مرحبا يا أصدقاء، اقتربت عطلة الصيف وستنتهي المدرسة قريبا. سأقوم بعدة أشياء معهم وسأله كثيرا أثناء الإجازة. لا أطيق الانتظار مع أني لا أذهب إلى المدرسة. ربما يحمل الكنز في ذلك الصندوق. لا أستطيع القيام بأي شيء لوحدي. إنه صرصار الشجر. أين ذهبا؟ اسمع أخطبوط، معنا كنز كبير ولن نفقر بعد اليوم. اخرس، ما أقوله أنا يجب أن ننفذ فورا. ولكن العمل سيكون صعبا ونحن نحمله بأنفسنا. إنه ثقيل فعلا، خبئه في الرقم 2. هيا الرقم 2. هيا نذهب الآن. كما ظننت، سيخفيان الكنز الذي وجدناه نحن. قد عاد الأخطبوط. لا يوجد أحد. أمر غريب، هل كان حقا الأخطبوط نفسه عصام؟ أجل، أنا متأكد، لقد رأيت العجوز معه، كانا يحملان كنزا أيضا. سمعتهما يتحدثان عن مكان غريب اسمه الرقم 2. انظر هناك، إنه فندق يا ماهر. ألا تعرف يا عصام أن الرقم 2 يعني الغرفة رقم 2؟ الأخطبوط والعجوز ذهبا إلى الفندق. أنت ذكي يا ماهر. ماهر، ماذا سنفعل الآن؟ سوف نراقبهما.
ولماذا نقوم بمراقبتهما؟ لنستعيد كنزنا. ماذا؟ لا تتكلم بصوت عال. تقصد أن نسترجعه من الأخطبوط؟ هل أنت خائف؟ أجل قليلا. وأنت؟ قليلا. إذ بينما هما ينامان ندخل ونسرقه. لا، نجد مكانه أولا، لا نسرقه منهم، نحن نسترجعه لأنه لنا وليس لهم يا عصام، فهم؟ أنت مستعد؟ أجل. هل أنت بخير ماهر؟ أعتقد ذلك. اثنان، ها هو رقم اثنان، يعني الغرفة رقم اثنان. هذا محتمل وليس مؤكد. هل ينام فيها الأخطبوط؟ جميع من في البلدة ينام الآن. لكننا مستيقظان. لا تخيفني، أنا خائف، لابد أنه مقفل. لقد انفتح. أنا متخم. يغطاني في نوم عميق. أجل، أين الكان؟ عصام لم أعد قادرا على الركض. سيمزقنا. إربن إربن هذه المرة يا سامر، أسرع. إربن إربن. لا، لنتخلى عن هذه الفكرة. مستحيل، حتى وإن مزقونا إربن أيضا. لا أحب هذا الكلام عصام. سأقول لك شيئا، لن نفعل شيئا طوال فترة إقامة الأخطبوط هنا، في الواقع أجده مخيفا. وماذا بعد؟ إذا تابعنا المراقبة سنرى الأخطبوط حين يخرج، فنستعيد الكنز في غيابه، وهذا لن يسبب خطرا لنا. سنراقبه جيدا بدءا من يوم غد. تراقب أنت في النهار وأراقب أنا في الليل. ما عليك إلا أن تقلد صوت الهرة فأستيقظ على الفور. هل الجميع هنا؟ أجل. من غير العادة لا يتأخر ماهر على الصف. أجل، لكني نمت جيدا. أنت دائما تنام جيدا. لا، هدوء، سنذهب غدا في رحلة كعادتنا قبل العطلة الصيفية. إلى أين سنذهب؟ سنخيم قرب النهر، سوف نلتقي قرب المرفأ في العاشرة صباحا. عصام، ماهر، أمضيت وقتا عصيبا ليلة أمس. لم أستطع الاستيقاظ، أحضرت لك الطعام. لي أنا؟ أنا أتضور جوعا يا ماهر. عصام، لن أستطيع الحضور الليلة أيضا. ماذا؟ لن تحضر؟
سنذهب في رحلة صباح غد، يجب أن أستيقظ باكرا. حسنا لا تقلق يا ماهر. اصمت الآن يا بوبي. هل أنت جائع بوبي؟ أنا أيضا جائع. يبدو أن الأخطبوط لن يخرج الليلة، إنه محتال محترف وسوف يتعبني. لما لا نذهب لصيد السمك الآن بوبي؟ هيا. اسمعوني جيدا، لا تبتعدوا لوحدكم. حاضر. رائع، الجو رومانسي جدا. انه جميل. لا تبتعدوا عن هذه البحيرة ابدا، وكل من يخالف يعاقب، مفهوم؟ حاضر. زهرة هيا بنا. أين ذهب ماهر وعبود والآخرون؟ لا أستطيع رؤية شيء في الظلام. هل أنت بخير عبود؟ أنتما هنا، ماذا تفعلان عندكما؟ سيدي، ألا تريان إشارة الخطر؟ بلى. إذن اكتبا كلمة خطر 100 مرة عقاما لكما. لقد قاصص الأستاذ عبود وزياد. ماهر أنا خائفة جدا. لن نضيع أبدا، لأن الخيط معنا، لنقم بجولة في الداخل. متى سيعود التلاميذ؟ ستغيب الشمس الآن. ماهر أنا خائفة جدا. لا تقلقي، أليس من الممتع أن ندخل إلى أماكن لم يسبقنا أحد إليها في هذا الكهف؟ الجميع أصبح هنا، سنغادر. ماذا سنفعل؟ لا تقلقي، سأتدبر طريقة للخروج زهرة. أنا معتاد على مثل هذه المواقف. ماذا يفعل ماهر يا ترى؟ ارجع يا ماهر. لقد عاد الأخطبوط. ماذا سأفعل؟ يجب أن ألحقهما على أي حال. من الأفضل أن نسير في الشوارع الخلفية. إلى أين يذهبان؟ أظن أن هذه الطريق تقودهما إلى منزل السيدة رجاء. أتمنى أن نخرج من هنا هذه المرة. طبعا طبعا سنخرج، فلا تخافي يا زهرة. لقد كنا هنا من قبل، انظر إلى الإشارة، لقد رأيناها. أنت على حق،
هذه المرة مؤكدة. أنا مسرور. لما لا نقسم الكنز بعد أن ننتهي من أمر تلك السيدة رجاء؟ أنت لا تفكر سوى بالمال. طبعا أفكر به. هل أنت متأكد أن مكانه أمين؟ لا مشكلة أبدا. لقد دفنته تحت التقاطع الذي يحمل الرقم 2 في أضيق مكان بالكهف الموجود قرب النهر. هكذا إذن 2 ليست رقم غرفة. من الأفضل أن نذهب الآن. الأخطبوط سيثأر من الأرملة رجاء. ماذا سأفعل الآن؟ ولكن ماذا أستطيع أن أفعل لوحدي؟ جيد، لم يحضر أحد. يجب أن أخبر أحدا. مع أني أقسمت أنا وماهر على عدم إخبار أحد بأمر الأخطبوط، لكن حيدها أهم. مال الطارق؟ أنا عصام. الحق سيدة رجاء، الحق يا سيدي أرجوك. ماذا حدث للسيدة رجاء؟ أرجو ألا تخبر أحدا بما سأقوله لك، وإلا سينتقم مني. أرجوك لا تخبر أحدا. لا بأس عليك عصام، قل لي ما بها السيدة رجاء. شخص شرير سيحاول قتلها. هل أنت متأكد مما تقوله؟ نعم، إنه الشرير الأخطبوط يا سيدي. أسرع، نحتاج إلى مسدس. بسرعة يا سيدي، بسرعة. سامر، تأخرت كثيرا، سأفتح الباب. أيها الأخطبوط، ارفع يديك. الأخطبوط كاظم. أليس هذا أنت يا سامر؟ ماذا حدث؟ ماهر توغل داخل الكهف ولم يعد. حسام، لقد اختفى ماهر، لم يرجع معنا. ماهر اختفى؟ ما زال في الكهف قرب النهر، ما يزال هناك. الكهف الموجود قرب النهر؟ لابد أن الأخطبوط سيذهب الآن للكهف لإحضار الكنز. سامر، عندي فكرة. فكرة؟ ما هي؟ لم أعد قادرة على السير. لا تبكي زهرة، أريد أن أعود إلى المنزل. سيجدنا أحد. هناك ضوء، لقد جاء أحد. نحن بخير الآن، نحن محظوظان. أنت الأخطبوط. ماذا تفعل هنا؟ دم، أنا خائفة. لنهرب. انتظرا، لن أسمح لكما. زهرة أسرعي، لن تفلت مني أبدا. زهرة، هل أنت بخير؟ إنها نهايتك يا فتى. أيها الأخطبوط، نحن لا نخاف منك أبدا، كف عن هذا. عصام، لا تخاف، يا لك من فتى مزعج. خذ. هاي فارفارة، أحضر لك المزيد منهم. النجدة، النجدة، فيران، فيران، اضربها. ماهر، تمكن من الخروج من هنا الآن. اضربها فورا، فورا. ماهر،
تمام في التمام. أشرف هيا إنه في الجهد. سلام سلمو هيا. عصام عصام شكرا لك على إنقاذ السيدة رجاء من الأخطبوط. شكرا لك عصام. أخبرني السيد رفيق بما حدث. لا شكرا على واجب. أحسنت فعلا عصام. وافق سامر على فكرتي. عصام ألا تريد أن تعيش معي عند السيدة رجاء؟ أنقذت حياتي، أعتقد أني مدينة لك بذلك. إنها طباخة ماهرة لا تنسى. فكرة جيدة. أجل عصام. أجل سأفكر بالموضوع، ولكن يجب أن نقوم بعمل ما، صح ماهر؟ نقوم بشيء ما؟ في اليوم التالي أنا وماهر ذهبنا إلى الكهف الموجود قرب الجدول حتى نجد الكنز الذي أخفاه الأخطبوط هناك. ها هو كنز كراسنا. عصام كان على حق، الرقم 2 يعني هذا المكان. الكنز في الصندوق يا ماهر، من الأفضل أن نتحقق منه. إنه يلمع. يا لضوء. إنه يلمع. إنه كشاف. إنه يلمع. يبدو أنني وماهر أصبحنا أثرياء جدا الآن، وعندما أفكر باتخاذ قرار بشأن الإقامة عند السيدة رجاء أصاب بصداع.